من كام يوم 50 مليون حساب على الفيسبوك جرى اختراق معلوماتهم. تخيل، يعني الفيسبوك كده غير مؤمن؟ غير مؤمن. طب ايه يا خير، ليه غير مؤمن؟ ما اللي يخلي 50 مليون حساب يتم اختراقه يخلي حساب حضرتك يتم اختراقه، بس كده. فايه اللي هيحصل؟ ان احنا لازم نسأل بشكل اساسي، ماذا جرى؟ وهل استطيع ان انا أأمن نفسي من خلال بعض الخطوات المعينة وانا بتعامل مع الفيسبوك؟ ما الذي جرى؟ ولماذا جرى؟ مارك زوكربيرج مؤسس الفيسبوك راح الكونجرس عشان يدافع عن نفسه، 50 مليون حساب، الموضوع كبير مش سهل، ده اختراق للخصوصية لصالح انتخابات كمان في الدول الديمقراطية، دي كارثة الكوارث. التحية الكريمة مني لصديقي العزيز خبير أمن المعلومات دكتور محمد الجندي. مساء الفل دكتور محمد. مساء الجمال يا باشا، وحمد ألف حمد لله على السلامة، وأنا سعيد جدا أن أنا سمعت صوتك والله. الله يخليك يا حبيبي. أنا عايز أعرف أنا والسادة المشاهدين، هو إيه اللي حصل؟ إيه 50 مليون حساب جرى اختراقهم على الفيسبوك؟ والله الموضوع كبير فعلا زي ما حضرتك قلت، وهو اختراق للخصوصية بشكل أساسي. هو الموضوع ببساطة شديدة وفي عجالة عشان ما أطولش على حضرتك. في شركة اسمها كامبريدج أناليتيكا، الشركة دي كانت بتعمل تحاليل لسلوكيات المستخدمين، وكانت محتاجة بعض المعلومات على سلوك المستخدمين خصوصا في المسائل السياسية اللي علاقة بالانتخابات. نعم. وبعدين طلبت من أحد المبرمجين اللي عاملين برنامج لتحليل سلوكيات الناس البرنامج بتاعه عارفين يستخدم في التجربة، فالناس رفضت يعني. نعم. فالمهم لجأوا إلى أحد المتخصصين في البرمجة علشان يعملوا برنامج سموه Your Digital Life، حياتك الرقمية، تمام؟ المهم البرنامج ده اللي عمله استخدم حاجة كده في الفيسبوك اسمها API Application Programming Interface، يعني واجهة الدخول على البرامج الخاصة بالفيسبوك أو الكود بتاع الفيسبوك. نعم. تمام؟ فالمهم بدخوله على الكود بتاع الفيسبوك ده قدر ان هو يحصل على معلومات 250 تقريبا ألف مستخدم، وبعدين لما دخل على 250 ألف مستخدم قدر يحلل بياناتهم ويعرف سلوكياتهم والحاجات اللي هم بيحبوها والحاجات اللي ما بيحبوهاش، وغير كده وكده أدى الدخول ده إلى دخوله إلى صفحات ومعلومات أصدقاء الناس اللي هم 250 ألف، فوصل العدد ل 250 مليون زي ما حضرتك تفضلت. 50 مليون ده رقم كبير طبعا. الداتا دي كلها اتنقلت للشركة اللي اسمها كامبريدج أناليتيكا ديت، فواحد المتخصصين او علماء البيانات يعني اللي موجودين جوه الشركه قرر ان هو يسرب هذه المعلومه ويقول ان الفيسبوك ساهم في اختراق خصوصيه 50 مليون مستخدم عن طريق التطبيق الخاص اللي اتعمل بتحليل سلوكيات المستخدمين. اسمح لي بقى هنا دكتور محمد، عندي عدد من الاسئله السريعه. 1، هل انا في استخدامي للفيسبوك في مصر انا كده قابل للاختراق ايضا؟ طبعا طبعا. انت واخطر حاجه كويس الاستاذ حضرتك سالت السؤال ده، واخطر حاجه الحاجات اللي المستخدمين بيستخدموها على البروفايل بتاعتهم، نزل ابلكيشن شوف انت شكل مين، نزل ابلكيشن شوف انت هتبقى شكلك عامل ازاي بعد 50 سنه، نزل ابلكيشن شوف مش عارف مين اللي بيقول لك النصيحه بتاعت حضرتك. نصيحتك ممنوع منعا باتا اي حد من حضراتكم يركب اي برنامج على البروفايل بتاعه من البرامج دي، لان البرامج دي بتجمع معلومات والمعلومات دي ممكن تتباع لاي حد. المعلومات دي ممكن تتباع لاي حد، لاي حد، لاي حد. انا بقول حاجة بصراحه، لاي حد. طيب هل نحن في العالم بقى في طريقنا الى ايجاد بديل للفيسبوك؟ هي المساله مش مساله بدائل على قد ما هي مساله ان يبقى في ريجوليشن او يبقى في تقنين لخصوصيه البيانات وحمايه البيانات الخاصه بالمستخدمين. يعني زي ما حضرتك تفضلت في استجواب كبير للفيسبوك في الكونجرس، والاتحاد الاوروبي عامل مشكله كبيره جدا مع الولايات المتحده الامريكيه بسبب تسريب البيانات دي، لان في بعض المستخدمين موجودين في اوروبا، واوروبا عندها قوانين لحمايه الخصوصيه وفي اتفاقيات دوليه لحمايه خصوصيه المستخدمين. فالموضوع كبير، الموضوع كبير فعلا. تقديرك الى اين ينتهي هذا الموضوع؟ اعتقد انه ينتهي بمزيد من القوانين الخاصه بحمايه الخصوصيه، ومارك زوكربيرج نفسه اعتذر على فكره اعتذار رسمي وقال ان ده يعني دي مشكله كبيره احنا بنعتذر عنها، وانه معترف حقيقه بان ده حصل فعلا. ف
فالمساله مش هتعدي يعني. اعتقد بالذات الاتحاد الاوروبي يعني، سيبك حضرتك من امريكا، لان امريكا طبعا يعني بيتشدقوا كتير بمساله حقوق، حمايه الحقوق والخصوصيات والكلام ده، لكن في الاتحاد الاوروبي قوانين اكثر صرامه في مساله حمايه خصوصيه المستخدمين. فاعتقد ان الاتحاد الاوروبي هيمارس مزيد من الضغوط على الفيسبوك في الفتره القادمه يعني. الصديق العزيز دكتور محمد الجندي خبير امن المعلومات، شكرا جزيلا لحضرتك.